في حادث وكارثة جديدة بالجزائر. في ولاية عين تيموشنت تدخلت إسعافات الحماية المدنية على الساعة 6 مساء من أجل حادث مرور على مستوى الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 101 في بلدية شعبة لحم. الحادث تمثل في انحراف حافلة لنقل المسافرين، خلف حسب حصيلة الحماية المدنية 11 مصاب، 5 جرحى و6 في حالة صدمة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي. ربي يشفيهم. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. لا أريد إعجاب ولا اشتراك، أريد منك فقط أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد أن نجمع أكبر عدد من التعليقات للصلاة على خير الأنام حبيبنا محمد. وغير اللي تهدر فيها إيه؟ تستاهل أكثر من هكذا وقت الخداع. سمير عبدون أو أمير الشاشة الجزائرية كان في وقت ما نجم الشاشة بالجزائر، إلا أنه وفي لحظة اختفى ولم نعد. حالة من الغضب فرضت نفسها على الشارع الفرنسي في الساعات القليلة الماضية، وهذا بعد مقتل مراهق من أصل جزائري على يد شرطة إنفاذ القانون. ووفقا لتقارير إخبارية، فقد كان المراهق البالغ من العمر 17 عاما والذي يدعى نائل. حبس كيما راك خويا العزيز، ما تخافش، ما راحش نكثر عليك الهضرة بزاف. راك حاب تتفرج سيري ولا أفلام، المشكل انه ما عندكش كونت. الله يهديك خو، كرهت من السراقين والكذابين على بالي. ثقة والضمان اللي كنت تحوس عليهم رايح تلقاهم في هذه الصفحة جولد بيزنس. استمتع بمشاهدة أحدث الأفلام والمسلسلات بأسعار جد جميلة وبسعر 40,000 فقط للحساب ومتعدد الشاشات. انعم كما سمعتني، ومتوفر البيع بالجملة وبسعر جد جميل. ونزيدك، راه فيها ضمان طول مدة الاشتراك. وش راك تستنى؟ تواصل مع صفحة جولد بيزنس الآن، تجد الرابط أسفل الفيديو.